إخوتي وأخواتي، أنا بدعوك كل يوم فعلا أنه نفتح قلبنا وأنه اليوم يكون في قرار حقيقي لقبول يسوع المسيح. هاي الدعوة يعني للمؤمنين، أول شيء إحنا محتاجين نتوب، نتوب عن خطايانا، نتوب على الأوقات اللي ضاعها. ولاحظ أنا بشمل نفسي مع الجميع وبحكيها بصيغة الجمع، نتوب مش أقول محتاج التوب، نتوب جميعنا، لأنه كتير مرات ضاعت الأوقات سدى من غير ما نربح نفس، من غير ما نشهد عن يسوع المسيح، من غير ما العالم حولنا يعرف هويتنا الحقيقية واتحادنا في شخص المسيح له كل المجد.